شهدت حضارة المايا منذ 1800 سنة قبل الميلاد على الأقل ازدهاراً كبيراً، ولكن بدأ نجم هذه الحضارة العريقة بالأفول بين سنة 800 و1000 للميلاد. ولكن على الرغم من أن مصطلح انهيار المايا يظهر صوراً لأطلال غارقة في الغابات وحضارة قديمة سقطت مدنها وهجرت، فإن الواقع أكثر تعقيداً بكثير. إذن لماذا انهارت حضارة المايا؟ وهل يمكننا تسمية ذلك انهياراً؟ بحسب علماء الأنثروبولوجيا ودراسات العصور الوسطى، فقد انهار نظام المايا السياسي وليس مجتمعهم. هناك أكثر من 7 ملايين من المايا يعيشون اليوم في أمريكا الوسطى وما وراءها يشهدون على هذه الحقيقة. لم يكن للمايا زعيم مركزي واحد، ولم يتم توحيدهم في دولة واحدة. بدلا من ذلك كانت تتكون من العديد من الدول الصغيرة، كل منها تتمحور حول مدينة، في حين أن دول المدن هذه تشترك في الثقافة والدين. كان لكل منها قادة محليين بعضهم أقوى من البعض الآخر، ولم يكن هناك انهيار واحد لهذه الأنظمة السياسية. وبالأحرى نهضت عدد من المدن للمايا وسقطت أخرى في أوقات مختلفة، بعضها خلال تلك الفترة من 800 إلى 1000 للميلاد وبعضها بعد ذلك، في حين أن المناطق في جنوب أمريكا الوسطى مثل تيكال التي تعرف الآن بغواتيمالا تراجعت في القرنين 8 و9 بسبب المشاكل البيئية والاضطرابات السياسية. ارتفع عدد السكان في مناطق أخرى مثل تشيتشن إيتزا التي تعرف الآن بالمكسيك. ويرفض الكثير من علماء الأنثروبولوجيا إطلاق مصطلح الانهيار على ما حصل للمايا، ولا ينبغي الإشارة إليها كمصطلح واحد أيضاً، إذ كانت منطقة المايا كبيرة مع تعدد الأنظمة السياسية والبيئات، كما كان يتم التحدث بلغات مختلفة داخل مجتمعات المايا. عندما تراجعت مدينة تشيتشن إيتزا إلى حد كبير بسبب الجفاف الطويل خلال القرن 11، بدأت مدينة أخرى في شبه جزيرة يوكاتان تسمى مايابان في الازدهار. وكان لدى مايابان أمراء وكهنة ومئات من الكتب الدينية وعلم الفلك المعقد ومجموعة من الآلهة، فالكثير مما نعرفه عن ديانة المايا السابقة يأتي من الكتب المكتوبة في أيام مايابان ومن التراث المنحدر من السكان الذين نجوا من الانتصار الأوروبي. وبما أن أقوى ملوك المايا اعتمدوا على الخزانات الحضرية لجذب المزارعين أو الرعايا خلال موسم الجفاف السنوي للحصول على مياه الشرب النظيفة، فقد أدى انخفاض هطول الأمطار إلى انخفاض منسوب المياه وفشل المحاصيل وفقدان الملوك وسائل قوتهم. علاوة على ذلك أدى تناقص هطول الأمطار إلى تفاقم أي مشاكل يواجهها الملوك، وهذا يعني أن ربط حكام المايا سلطاتهم بالآلهة قد خلق المزيد من المشكلات السياسية. ومن جهة أخرى شهدت بعض مناطق المايا إزالة الغابات، وأدى انخفاض منسوب المياه إلى جعل تجارة السلع أكثر صعوبة. ومع ذلك فإن الانهيار في منطقة ما يمكن أن يكون وقت ازدهار في منطقة أخرى، وقد استمر هذا النمط من التراجع في منطقة والنمو في منطقة أخرى خلال فترة الصراع الأوروبي مع مدن المايا. بعد احتلال الإسبان لدولة المايا الأخيرة في عام 1697، عانى شعب المايا من التمييز، وفي بعض الأحيان ثار ضد إسبانيا والحكومات التي جاءت إلى السلطة بعد انتهاء الحكم الاستعماري الإسباني في عام 1821. لقد تمردوا بشكل دوري ولكن دون جدوى، وما زالوا يفتقرون إلى التمثيل السياسي المناسب في البلدان التي يعيشون فيها. لا يعلم أحد على وجه التحديد ما الذي حدث لحضارة المايا، ويعتقد البعض أن الجفاف هو السبب الأساسي في إسقاط هذه الحضارة المزدهرة، كما حدث في المجتمعات الأمريكية الأصيلة والتي تعرف الآن بجنوب غرب الولايات المتحدة. ويتفق معظم الباحثين في تاريخ المايا على حقيقة مفادها أنه على الرغم من انهيار مدن ودول المايا الكلاسيكية وتحول الثقافة، لم تختلف المايا بأي شكل من الأشكال.